نظم اليوم نشطاء مظاهرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توسيع سلطاته بعد الاستفتاء الأخير. Arkadaşlar, böyle ön tarafa doğru gelin. Kada beklersin. Herkes böyle tezde. حمل المتظاهرون لافتات تقول أن أردوغان إرهاب. المتظاهرون من نشطاء المعارضة التركية. وتقول اللافتات أن الأتراك قتلوا العرب والأكراد. المظاهرة أجابت شارع رينج الشهير في فيينا. قامزانين هرجارتنا كاتشيكرين دي هرجارت حمى قوانين يخبطن قهارتين خواسي قوبي بسارو لأفسارو كاتيا هناك أفسارو كاتيا هناك بشير رنجي هاد رنجة كيبر مليون ونيف استقرت المظاهرة أمام البرلمان النمساوي سختة صندوق دزين حمى برنجي خوا قو أزيرو بسار كاتمة لأيرو أملاد ميزين اسمتك يقول دركة فيتي فيتي يعني أب إيرو أمزان دي جبهنا جبهة كي قو إيرو ريا برخوداني ريا ديمقراسية وجبهة كي قو إيرو ريا فاشيست تدي مشاندن نخ جزيرة آمد حمى باجارة مي كردا بيست وشش اوشاقي خواه برنجة كي روضانا قو إيريش كسر بنغوازي تكين وحمل المتظاهرون لافتة تقول أن أردوغان أكبر إرهابي في العالم. توافق المظاهرة مع توجهات الحكومة النمساوية التي تعيش حالة من التوتر مع الدولة التركية خاصة بعد الاستفتاء الأخير. جوي كلمه رجاباش بهرجه بارتي كردستان و ام جوبا حياه وتواجه تركيا حاله من العداء الشديد قصدا بعد الاستفتاء الاخير في كل دول الاتحاد الاوروبي. من العاصمه النمساويه فيينا اسامه نصحي.